وقف الحظر الشامل المفروض أيام الجمعة والتوجه لفتح عدد من القطاعات المغلقة قرارات جاءت كبصيص أمل لأصحاب القطاعات التجارية المختلفة استبشروا بها خيراً علها تخفف عليهم ثقل الخسائر المادية التي لحقت بهم جراء الأزمة وتداعياتها على اعتباره يوماً حيوياً ومفصلياً في الحركة التجارية التي تبلغ نسبة المبيعات به ذروتها بحسب ممثل القطاع. الحظر الشامل أيام ما كانوا يعملوا حظر يوم الجمعة كانت يعني باعتبار البلد يعني الحركة ميتة، والحمد لله يعني هذه الجمعة الثانية اللي فتحوها من فضل الله يعني طلع يعني الناس فرحانة مبسوطة، هذا ببيع وهذا ببيع وهذا بيشتري، يعني الحمد لله في حركة. يعني في الجمعة الثانية لقرار وقف الحظر الشامل ومع عودة الحياة إلى طبيعتها من جديد، تشهد الأسواق التجارية تفاوتاً في الإقبال ونسب الشراء، إذ ساهمت الأجواء الشتوية شديدة البرودة في انخفاض نسبة الإقبال على الأسواق خلال ساعات الصباح الباكر. والله إدارات السلام العامة واضحة على الناس موجودة، بس حركة الشغل كثير تعبانة، يعني لأنه كانت أيام الحظر الناس أقلمت حالها يوم الخميس تمون بيوتها أمورها تمام، هلأ الناس لسه على النظام نفسه عايشة، ما في حركة زي ما انت شايف الأسواق واقفة جدا. يعني قرار وقف الحظر الشامل أيام الجمعة الصادر استناداً لأحكام أمر الدفاع 19 جاء مرفقاً بمجموعة من التعليمات المشددة التي تؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة دون التهاون في تطبيقها، إذ تكثف الجهات الرقابية الحكومية جولاتها الميدانية على الأسواق التجارية أيام الجمعة لضبط المخالفات المرتكبة ومنع حدوثها. في الجمعة الثانية لإلغاء حظر التجول الشامل تشهد الحركة الشرائية في الأسواق التجارية تبايناً من قبل المواطنين، فيما يعلق أصحاب القطاعات التجارية جل آمالهم على قرار وقف الحظر لتعويض الخسائر المادية التي لحقت بهم منذ بداية الأزمة. عنو درشدات المملكة عمان.